حفظه الله قال معاوية ويزيد الذي يعني يترضى عن يزيد وهذا للأسف موجود ويتكلم عن سيدنا الحسين وللأسف أسماء في عصرنا صارت تتكلم وترى أن سيدنا الحسين مخطئ وأنه مستحق والعياذ بالله للقتل توهما أنه بذلك يدافع عن السنة ويدفع التشيع هذا يوصلنا إلى النصب بلا شك أن الذي يعتبر يزيد مصيبا وأنه يترضى عنه بعض الجامعات الإسلامية أعطت ماجستير في مناقب أمير المؤمنين يزيد هذا نصب صحيح أنا